انا مولوع بهذه الحرفه من الصغر ديالي كنبغيها. الهدف ديالي كميكانيك انايا اللي خدام في هذه الحرفه وفاهم يعني راه ميكانيك على حسب الخبرات اللي عندي وعلى حسب التجارب اللي دوزت انني الكليان خاصو يمشي ناشط. اذا خلى لك المغربي الطوموبيله ديالو بحال خلى لك شي واحد من العائله ديالو، حيت الطوموبيله ديالو هي رجليه. السر ديال الموتور هو لوتروتيان، هو هذه النقطه السحريه ديالو. الزيت مهمه للموتور، ملي كندير الكليان ديالي الفيدونج بزيت مزيانه كنتسنط الموتور كتكون النغمه زوينه. الاقتصاد ديال الوقود انه كتولي الكونسوماسيون كتنقص ديال المازوت وليسونس، لا بيرفورمانس ديالو كتزاد لان لي بوسوار تيخدموا مزيان، كلشي تيخدم مزيان، التيربو تيوصل ليه الزيت دغيا ما تيجيش ثقيل، هذيك الزيت ما تتسخنش بزاف. الطوموبيل كتخفى في الطريق، كتزيد تجاوب معاك، كتزيد تجدد في لابيسونس ديالك. انا كنصح الكليان ديالي باش يبقى الموتور ديالهم مزيان يستعملوا زيت الموتور شيل هيليكس. 92% من خبراء الميكانيك كينصحوا بزيوت المحرك شال. وانتوما اشمن زيت المحرك غتختاروا؟